معرض جايتكس نحن مشاركين فيه من بداية مدينة دبي للإنترنت قبل 24 سنة تقريبا، وهاي السنة ما شاء الله يعني نشوف الزحمة ونشوف الشركات الناشئة ونشوف الشركات العالمية اللي موجودة هنا. فتواجدنا نحن كمدينة دبي للإنترنت هو شيء طبيعي، بما أننا نحتضن أكبر الشركات العالمية في التكنولوجيا وأفضل الشركات الناشئة كذلك. فالسنة هذه حبينا نعرض بعض الشركات من هذه الشركات الجديدة اللي اتخذت مقرها في مدينة دبي للإنترنت، كمثال إندافا، كمثال سبرينكلر، وكمثال كبير كذلك سيلز فورس. هاي الشركات العالمية اللي موجودة واللي أعلننا عنها. أما الاتفاقيات اللي أعلننا عنها في جايتكس كمثال، أعلننا عن اتفاقية مع مؤسسة ريادة الأعمال الألمانية البارحة، وهذه تمثل دورنا الأساسي والمهم في استقطاب المهارات واستقطاب الشركات العالمية اتخاذ مقرها في مدينة دبي للإنترنت. حضرتك أشرت لي الشركات اللي بتحتضنها طبعا جزء من أعمال تيكوم، نسبة التمويلات وعدد نمو الشركات وصلنا لفين تقريبا بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي؟ السنة هذه نحن وصلنا فوق 18% في أعداد العملاء اللي عندنا نحن. من ناحية ثانية الشركات اللي موجودة عندنا، الشركات الناشئة فقط اللي موجودة في N5، منصة N5 اللي موجودة حوالي 3 مليار درهم وصلت من الشركات الناشئة اللي فيها اللي استقطبت الاستثمارات. فهذا شيء كبير ونفتخر أن نحن مش فقط حاضنة أكبر شركات العالم في التكنولوجيا، ولكن كذلك ندعم أفضل شركات الناشئة في المنطقة. لدينا أيضا مركز ابتكار تم الإعلان عن تدشين المرحلة الثانية له في نهاية العام الماضي، حجم الاستثمارات اللي تم إنفاقه حتى الآن، أعمال التطوير لهذا المركز كيف تمضي؟ أعلن على هالمركز الابتكار المرحلة الثانية له تقريبا 450 مليون درهم في المرحلة الثانية فقط، والحجم الإجمالي له تقريبا 350 ألف قدم مربع من ناحية المباني اللي موجودة فيها. والحمد لله دبي والمنطقة ككل، والدليل على ذلك هذا المعرض الجميل اللي نحن فيه اليوم، أن الحمد لله الأمور في نمو، والمدينة هاي سنة عقب سنة قاعدين نشوف نفسنا نوصل للأجندة الاقتصادية D33 اللي تم إعلان عنها بداية السنة، ونحن ماشيين في هذه المرحلة. ومدينة دبي للإنترنت بتلعب وكما لعبت في 24 سنة اللي طافت دور أساسي في الاقتصاد الرقمي وأهداف الاقتصاد الرقمي، سواء كان في الذكاء الاصطناعي، سواء كان في الإيكوميرس أو الميتافيرس أو غيرها. فنحن الحمد لله نشوف أنفسنا نلعب دور أساسي وجذري في هذه الأجندة الاقتصادية، ونطلع إلى المستقبل القريب إن شاء الله.